تلاميذ البكالوريا الأعزاء، أهلا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون الموضوع ديالو الإطار المرجعي المكيف لاختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لسنة 2024. هذا الفيديو غادي يكون مخصص لمادة الرياضيات، شعبة العلوم الرياضية، خيار فرنسية. غادي نشوفوا كاع لي غرون دومين إن شاء الله اللي غادي يكونوا في الامتحان. بالنسبة للبرومي دومين برانسيبال غيكون ديال الاناليز، فيه لو برومي سو دومين اللي فيه لي سويت نوميريك، المتتاليات العددية، وكاين لو دوزيام سو دومين اللي فيه لي ليميت ولي كونتينويتي، وكاين تخوازيام سو دومين اللي فيه لا ديريفاسيون وليتود دي فونكسيون، وكاين اخيرا الكاتريام سو دومين اللي فيه الكالكول انتيغرال. هذا بالنسبة البرومي دومين برينسيبال. نشوفو دوزيام دومين برينسيبال، فيه لالجيبغ ولا جيومتري. اولا كيبدا لو برومي سو دومين فيه لاريتميتيك، دوزيام سو دومين فيه لي نومبر كومبلكس، فيه دونك بزاف د الحوايج، فيه مثلا ميتريزي لو كالكول الجيبريك سور لي نومبر كومبلكس، نعرفو كيفاش نديرو نخدمو مثلا بلي فورم تريغونوميتريك ولي فورم اكسبونونسييل ولي فورم كارتيزيان بيان سور. نعرفوا لي زابليكاسيون ديال لي نومبر كومبلكس مثلا في لي ترانسفورماسيون جيومتريك، بحال مثلا لا ترانسلاسيون، الازاحه، لوموتيتي، التحاكي، ولا روتاسيون الدوران. ونعرفوا بيان سور كيفاش نديرو نبسطو مثلا لينياريزيو مثلا لي زيكسبريسيون تريغونوميتريك اون اوتيليزون بطبيعه الحال لي نومبر كومبلكس. كاين تخوازيام سو دومين ديال الكالكول دي بروبابيليتي، كنستعملوا فيه الموديل كومبيناتوار بيان سور في شاك سيتوياسيون، البروبابيليتي دو ريونيون ديال دو زيفينمون، لا بروبابيليتي كونديسيونيل، وبيان سور لانديبوندونس ديال دو زيفينمون لي فينومين الياتوار. بالنسبه للكاتريام سو دومين دونك ديال فيه لي ستركتور الجبريك، دونك فيه بزاف د الحوايج، منهم مثلا ريكونيتر اون لوا دو كومبوزيسيون انترن ses propriétés. Tanyen reconnaître les structures algébriques figurant au programme, par exemple les groupes ou les anneaux ou les corps, ou maîtriser au tabet les techniques des opérations des ensembles usuels, بالنسبة لكاع لي ستركتور الجبريك اللي عندكم في المقرر، وبطبيعة الحال نستعملوا لي ستركتور الجبريك ديال لي زونسومبل يوزويل باش ندرسوا دوطر اونسومبل، وبطبيعة الحال نستعملوا لا بروبريتي كاركتيريستيك دان سو جروب. نشوفوا دابا لي طابلو دو سبيسيفيكاسيون على حساب لي دومين، كل دومين شنو هي درجه الاهميه ديالو. نشوفوا لي دومين برينسيبو بالنسبه للاناليز اللي فيه لي سويت نوميريك كما قلت لكم، وليميت والكونتينويتي والديريفابيليتي ولي سويت دي فونكسيون، الكالكول انتغرال كيشكلو 50%، لاجيبر اي لا جيومتري اللي فيه لي نومبر كومبلكس، ستركتور الجبريك، لاريتميتيك والكالكول دي بروبابيليتي. بالنسبه لي نومبر كومبلكس ولي ستركتور الجبريك كيشكلو 35%، وبالنسبه لاريتميتيك والكالكول دي بروبابيليتي 15%. دابا سويفون لو نيفو دابيليتي على حسب لو طو دامبورتونس، يعني درجه المهاره ودرجه الاتقان ديال هذاك الماده ولا ديال داك لو دومين. الوغ 40% كتعطى على لابليكاسيون ديريكت ديال لي كونيسونس، يعني لي ديفينيسيون، لي بروبريتي، لي تيوريم، لي الغوريتم، لي فورمول ولي تكنيك. بالنسبه ل 40% كتعطى على حساب لابليكاسيون ديال لي كونيسونس مثلا في اون كيستيون. وبالنسبه بطبيعه الحال تريتمون ديال لي سيتوياسيون انابيتويل، يعني لي كا بارتيكولي باغ لا سانتيز ديال لي كونيسونس ولي ريزولتا، كتعطى عليها 20%. هذا كل ما يخص هاد الاطار المرجعي دونك الامتحان المكيف بالنسبه لماده الرياضيات شعبه العلوم الرياضيه. غادي نشوفوا الان الاطار المرجعي المكيف لاختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لسنه 2024 لماده الرياضيات، ولكن هذه المره بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه، مسلك علوم الحياه والارض، ومسلك العلوم الفيزيائيه، خيار فرنسيه. اذا غادي نبداو ب لي دومين بطبيعه الحال برينسيبو. كاين لو برومي دومين برينسيبال فيه لاناليز،
fait le premier sous-domaine, fait les suites numériques. Le deuxième sous-domaine fait la continuité ou la dérivation ou l'étude des fonctions. Ou troisième sous-domaine fait le calcul intégral. Le domaine fait comment utiliser la fonction primitive, la technique d'intégration par partie pour calculer maintenant l'intégrale d'une fonction. Qui fait utiliser les propriétés de l'intégrale, ou bien sûr, comment utiliser les intégrales pour le calcul de les ergs. Qui fait nesbo les intégrales, les misahat, mettent ou les misahat, un domaine du plan limité par deux courbes. Deuxième sous-domaine principal, fait l'algèbre ou la géométrie. Le premier sous-domaine, produit scalaire, fait 3. Deuxième sous-domaine, fait l'application du produit scalaire, fait l'espace. Troisième sous-domaine, les nombres complexes. Le quatrième sous-domaine, bien sûr, le calcul des probabilités. Les nombres complexes, c'est comme maîtriser ou faire donc le calcul algébrique sur les nombres complexes, bien sûr. Maîtriser ou maintenant qui fait deux l'écriture maintenant cartésienne ou bien l'écriture algébrique, l'écriture trigonométrique ou l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Qui fait nécessaire les nombres complexes, je vais démontrer la collinéarité ou l'orthogonalité des vecteurs, l'alignement des points, les mesures des angles, la nature des triangles, et ainsi de suite. Le quatrième sous-domaine, bien sûr, le calcul de probabilité, fait comment reconnaître l'indépendance des événements, utiliser le modèle de dénombrement convenable pour chaque situation étudiée, et ainsi de suite. Le tableau de spécification. Le tableau de spécification fait chaque sous-domaine, je l'importance de l'eau, bien sûr, ou le mtihan, le domaine principal, qui est l'analyse, qui est l'algèbre et la géométrie. L'analyse fait trois sous-domaines, qui est les suites numériques, ou fait continuité ou dérivation ou l'étude de fonctions, fait le calcul intégral. Le sous-domaine de l'analyse, qui est 55% de بالنسبة للجبر ولا جيومتري البرودوي سكالير في V3 و لي زابليكاسيون ديال البرودوي سكالير في لسباس كيشكل 15% و بيان سور بالنسبة لي نومبر كومبلكس و الكالكول دو بروبابيليتي بجوجهم تيتجمعوا في 30%. بالنسبة لي نيفو دابيليتي لي زابليكاسيون ديريكت لي كونيسونس يعني التطبيق المباشر ديال المعارف ديال بيان سور لي زاكي المكتسبات les définitions maintenant tarif les propriétés les khassiyat les algorithmes maintenant les khwarizmiyat le siyar des formules les techniques et la qawaid et غير ذلك كيشكل 50% بالنسبه l'application de les connaissances يعني في حالات اللي هي خاصه des états donc non explicites. مثلا كومو ابليكي ان تيوريم كومو ابليكي مثلا واحد لا تكنيك فواحد لا سيتوياسيون اللي هي بارتيكولير ولكن ابيتويل كتشكل 35%. بالنسبه لو تريتمون ديال دي سيتوياسيون ان ابيتويل بار لا سانتيز دو كونيسونس يعني استعمال المعارف باش نتريتي واحد البروبليم مثلا مساله كتشكل 15%. هذا كل شيء فيما يخص بطبيعه الحال الإطار المرجعي لامتحان الرياضيات بالنسبة لمادة بالنسبة للشعب علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. نتمنى أن هذا الفيديو يفيدكم أنكم توجدوا واحد الطريقة اللي مناسبة واحد الطريقة اللي منهجية بطبيعة الحال وعقلانية للامتحان. شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله.